مشهد هما الاثنين شباب بقى، كل واحد قاعد يحكي للتاني عن حياته، بيشكي ده شايف ان زوجته حساسة جدا، وامه زي ما وصفها بركان من النار، وما بتحبش اي حد اطلاقا يتكلم معاها او يغلطها او يخالفها حتى في كلامها. خلينا اتكلم معاك الاول، الحساسية المفرطة والزايدة عن اللزوم سواء عند الستات او عند الرجال. يعني في البداية لما نتكلم عن يعني ايه شخصية، فباللاتيني بيرسونا يعني قناع، وبالانجليش بيرسوناليتي يعني شخصية. فإحنا قدام يعني مجتمع لديه مجموعة من الشخصيات، شخصية حساسة، شخصية عندها لا مبالاة، شخصية يعني عنيفة، مجموعة من الشخصيات، كل واحد فينا بيميل إلى نوع من هذه الشخصيات. ولكن إحنا النهاردة قدام الشخصية اللي هي السيسيف أو الحساس أو السيسيفتي، الشخصية الحساسة أو المفرطة في الحساسية. فالشخصية الحساسة زي ما بنقول مثلا ده بشرته حساسة أو جلدي حساس، فالحاجة الزيادة عن اللزوم أو اللي هو حساس بنسبة كبيرة جدا أحيانا بتبقى نسبة مقبولة ومعقولة، وأحيانا بتبقى اعتلال فكري. يعني الموضوع زيادة عن اللزوم، بمعنى حضرتك دلوقتي ماسكة الموبايل أو بتكتبي في الورقة، فأنا ببصلك وأنا شخصية حساسة جدا، يا ترى بتكتب ايه؟ طيب هي بتكتب يعني مش مهتمه بيا، مش بصالي. انا بالنسبه لها شخصيه مش مقدره، مش محترمه بالنسبه لي. لا، واضح ان هي شخصيتها كده. نبتدي بقى ايه، ندخل في سوء ظن، واضح انها يعني بتتعالى على الاخرين، واخلص معاكي اشوف حد بقى احكي له بقى. دي النهارده استاذه نادى طبعا بدي مثال بعيد تماما على الواقع، اقول دي عملت وخلت وسوت وهكذا. فنخش من اعتلال فكري لسوء ظن لغيبه ونميمه لشخصيه مفرطه في الحساسيه، ممكن تخش في اضطراب الشخصيه الحساسه. او ان انا لو شخصيه طبيعيه، ف يعني استاذه نادى قاعده بتسجل نقاط ورايا عشان نتناقش فيها، او بتراجع الاسئله اللي احنا هنتكلم فيها. ده الشخصيه النورماليتي الطبيعيه. في شخصيه تانية بقى اللي هي شويه مغروره، استاذه نادى مش ملاحقه تكتب ورايا نقاط. ايوه ده انا شخص مهم جدا، بس انا يا جماعه الدكتوراه بتاعتي معرفش في ايه كده، دخلنا في غرور. فدايما الشخصيه المفرطه في الحساسيه اللي هي ايه، بعيده عن النورمالتي. يعني هي مش عندها موضوع الحساسيه بالجانب السلبي بس، ان هو مش مهتم بيا ومهمشني وبيعملني بطريقه وحشه. لا، ده الجانب الثاني عنده، لا انه ممكن يوصل لغرور. هو مش منتبه لي مثلا، لان انا شخصيه فارضه وجودي، انا من غير ما يبص لي اصلا انا كلامي وصل له. نعم، لذلك بنقول الشخصيه الحساسه هي مفرطه في الحس، بتفسر كل شيء من خلال حساسيتها، بتنطلق دايما من خارجها، بمعنى تصرفك هو اللي بيخليني ابتدي اعمل رد فعل او افكر في تصرف اللي حواليا، مش بنطلق من داخلي. مهم جدا ان احنا كاشخاص نورماليتي او طبيعيين ننطلق من جوانا، من قناعاتنا الشخصيه. لذلك الشخصيه الحساسه جدا او المفرطه في الحس هي عندها ضعف الثقه بالنفس او فقدان الثقه بالنفس او انعدام الثقه بالنفس، عندها مشكله كبيره جدا في انعدام ثقتها بنفسها.